طلال انت ترسم باليد ولا بالماوس؟ باليد بالماوس يعني ماوس ليه؟ بس بعرف اسعد يقود المركب ايش يصبح ويصيح بشكل يا طوط احترم كثير محترم انت العنطوطه غواصات هذه مي سيارات احمد هذا اسعد اللي رسم بردو اسعد صح؟ غواصات هذه متخانقين شيت كان يو بوز صارخ ولاك صوت عالي تحدث بلطافه بلطافه خلاني عليك خليتي اكتب بلطافه يعني طالع حاله الموضوع حط ابيض حيوان شوف انا اللي علي بيه شفت اسد كيف لا تسال يا طلع لي كرم مين مين ايش ده ما فهمت الصغير والله عيلة عمالقة ما شو تفكر نفس البطاطس مع شطة ايش صار اكل كلمة يا ابوي رسمت اختبرت جبت الفريق خلاص كم ليه قلت علي يا خرا شوف هشام لا اذا في دان طلع ما في دان هشام اوكي فرت يا اما اللي كتبته انا ما اوكي ايش كتبته ما ادري ما ادري ايش كتب فوق ايه اي طلعت لي هي فك الليمس فك مان سويت مكعب طلعت ام في انت امجد وعبد الله اوكي انا وصلت لي محمد ومدري مين كل هذي مخبره هشام ويدو واين واين طب الراس الثالث ايش مبسوطين بفرحة يشربوا بطل بطل هذا الكويت بطل بالله كمان كتب لك ايش ايش هذا او شيت ويسكي شوف خلص هشام مسكت عليه عو 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 هذاك لو اي كيو شوف ربحت بدون مظبوط لو اي كيو حنكي